السلام عليكم. لحماية الناس من ظلم بعضهم لبعض وجدت الدولة، ومنحها المجتمع سلطات قانونية لحمايته، فتحتكر الدولة حق امتلاك القوة وحق استخدامها، وتحتكر حق تقييد حرية بعض أفراد المجتمع لأسباب يحددها القانون وبطرق يحددها القانون أيضا، تحفظ كرامة الإنسان مهما كانت درجة خطورته أو خطورة الجريمة التي اتهم بها أو حتى أدين بها. هذا هو الأصل، وعلى هذا قام العقد الاجتماعي المتمثل في الدستور، وهو العقد بين الحاكم والمحكوم، منه يستمد الحاكم سلطته، ولولاه لما كان لأحد سلطة على أحد إلا من باب الغلبة والقهر. غير أن واقع الحال يحكي لنا قصصا مؤلمة تحدث بحق مواطنين يمنيين يتعرضون للتعذيب والإهانة، وتضيع حقوقهم هدرا في غياب سلطة العدالة. وإذا كنا في كثير من الحلقات السابقة قد عشنا قضايا مواطنين يمنيين تظلمهم سلطات الميليشيا، فإن الأكثر إيلاما أن نعيش في هذه الحلقة قصة مواطن يمني تعرض للظلم في مناطق تحكمها السلطات الشرعية. نتابع قصة المواطن أمين زبيبة ثم نعود. أنا أمين يحاء زبيبة، لدي مؤسسة بن لتحميص، ولدي معمل أو مصنع خط إنتاج لتعبية وتحميص البن اليمني. طبعا كنت مختار في السعودية، سافرت في 2010، خرجت من السعودية على أساس أنه أستقر في اليمن وأعمل المشروع هذا. كان كل طموحي كيف توصل يعني المنتجات للدول العربية والدول الأوروبية. بعدها وقعت عقد مع صندوق الفرص الاقتصادية مصدر لمحافظة عمرة. الصندوق الفرص الاقتصادية وفر لي شركة تسويق عالمية لتسويق منتجاتي، مقابل على أنه أعمل عقود مع الجمعية الزراعية أن محصول البن حق محافظة عمرن لي للمؤسسة بزيادة على سعر السوق 100 ريال، كتشجيع للمزارع في توسيع زراعة البن. كنت مسافر بعد أن أرسلت عينات عبر البريد العاجل للمستورد، لأحد المستوردين السعوديين، وافق على العينات، اتفقت أنا وياه على الأسعار. كنت في سفري على أساس لتوقيع العقد معه، إضافة إلى أنه أستقر في المملكة على أساس أنه أصدر البن اليمني، يكون نقطة انطلاق لي بالنسبة لتصدير البن من المملكة السعودية بسبب الأوضاع يعني وبسبب إغلاق المنافذ في اليمن. فكنت مسافر على السعودية، وصلت منفذ الوديعة منتظر على أساس أنه يعني وقت سفري، إذا بي أفاجأ من أحد الأفراد يتم استدعائي: أنت أمين زبيبة؟ قلت نعم أنا أمين زبيبة. إثباتك، جوازك، أعطيته. طبعا هذا قبل المنفذ اليمني، وأنا كنت ذاهب إلى المسجد أصلي، يعني يبعد المسجد على البوابة اليمنية ما يعني 200 متر هكذا تقريبا. أعطيته جوازي، قال لي تلفونك، أعطيته تلفوني، قال تعال معي جواب الفندم، ادخلني إلى داخل المنفذ، يعني بعد بوابة المنفذ الأولى خلف زبير ترابي. طبعا جلست فيها هناك، قال لي انتظر. جو مجموعة من الأفراد والضباط، قالوا إيش باقي معك؟ قلت باقي معي أوراق وباقي معي مستندات. أينها؟ قلت الخيمة الذي جوار المسجد. ذهب أحد الأفراد يعني أخذها وأخذوني فوق طاق والصحراء، أصلى الصحراء، تم تقييدي، يعني لم يتم تحقيق معي، لم يتم توجيههم، لا أعرف ما هو السبب، وهذا الذي يعني جعلني يعني أتفاجأ. وصلت للصحراء، تم تقييدي وتقييد رجلي، وجبروني تحت الضرب بحفر قبر في الصحراء. حفرت القبر، اكترشت يدي، هذا يعني الجلد حق يدي اكترش. بعدها كان يدفنوني في الحفرة حق في القبر هذا أكثر من 3 مرات، هم يدفنوني لما توقف عن الحركة ويطلعوني منها. بعدها يعني كنت نصيح: ليش هذا بكله؟ أيش الذنب؟ ما هو السبب؟ أيش الدافع؟ لم أجد أي جواب منهم سوى الضرب منهم. عندما كنت أصيح أنا منهم ويعني وأقول لهم: ليش تعملوا فيني هكذا؟ أيش الذنب؟ تم إلجامي بحبل على فمي على أساس أني لا أتكلم، وتم تقييد إيدي لا خلفي إلى رقباتي. بعدها
تم ضربي بأسياخ حديد، إضافة إلى أنه كان يطرحوني على الأرض، واحد العسكري يفرك على يعني بجزمته على وجهي ويقول أنا كسرت شرفك الآن. قلت إيش عندي لك لما تكسر شرفي؟ إيش يعني السبب أو الدافع لما يعني تقول لي الكلام هذا؟ أنت أنا يعني مكلف بحماية المنفذ وبحماية المسافرين، ولا أنت أنا جيت تستفز المسافرين وتهين المسافرين وتعذب المسافرين؟ لم أجد منه أي جواب. بعدها تم يعني أحد العسكر كان على مستوى أنه كان يدخل البيادة على في يعني مقدمة بيادته أو جزمته على فمي، وأحدهم يشد على أنفي كي لا أتنفس. مؤلم يعني، لم أتوقع أن يكون هذه الوحشية وهذه الهمجية من قبل جيش يمثل الشرعية ويمثل نظام ويمثل قانون. تفاجأت يعني. والأشد ألم من هذا بكل، بعدها تم ضربي بأسيخ حتى صرت في غيبوبة. يعني بعد يعني صرت في غيبوبة، طبعا هذا وقع بعد الساعة 2 الساعة 8 بعد المغرب يعني بعد العشاء. صرت في غيبوبة ولم أصح من غيبة من الغيبوبة إلا اليوم الثاني، وأنا بغرفة في معسكر يسمى حافز. طبعا لم أكن أعرف اسم المعسكر ولا أعرف شيء. كنت في هناك يعني صحوت اليوم الثاني. السجان يعني عندما صحوت هو بيصب الماء علي على وجهي وكذا، وأنا بغرفة عجز عن الحركة تماما. طبعا أنا وحدي بالغرفة منفرد، يعني ما فيش حد أو شخص آخر. عاجز عن الحركة تماما، الفرش أمامي، لم أستطيع أني أستحب على يعني أوصل إلى فوق الفرش. بقيت عدة أيام وأنا عاجز عن الحركة، يعني مأساة. لم أتوقع منهم أنهم يوصلوا بي ويعملوا بي كل هذه الأفعال دون ذنب أو جريمة أو مبرر أو دافع. لا أدري يعني، لكن لو كان لديهم بلاغ أو لديهم اشتباه أو كذا كان عملوا معي محضر تحقيق. يعني قبل ما يفعلوا بي الجريمة هذا كلها، أقل شيء أنه يعمل معي محضر تحقيق، يطلب مني معرف إذا كان مشتبه فيني. لكن المؤلم على أنه لم يتم التحقيق معي، أخذي مباشرة من خلف الزبير الترابي الذي أمام يعني خلف يعني وسط المنفذ فوق الطقم إلى الصحراء، وتعذيبي يعني بدون أي سؤال. عندما كنت أتكلم أو أقول لهم ليش تعملوا فيني هكذا، لم يتم الرد علي إلا بالضرب. يعني لم يعني يسمحوا لي أو يتركوا لي مجال حتى أتكلم أو أرد أو أسأل يعني ما هو السبب والدافع فعلوا بالجريمة هذا كلها. عذبوني في المساء يعني من بعد الساعة 2 بعد ما أخذوني، من بعد الساعة 8 بعد العشاء حتى صرت في غيبوبة. لم أصحو إلا اليوم الثاني وأنا بغرفة، يعني اليوم الثاني الصباح. لا أدري كم متى أخذوني بقيت في الغرفة في كحافز. يعني كانت دماء تنزف من فمي ومن أنفي يعني ومن أذني. بعد فترة يعني زاد التقيح في أذاني فكنت أصيح، يعني إضافة إلى أنه مؤخرة رأسي يعني وجع مؤخرة رأسي وألم في أذني بسبب وتقيحات فيها. فطلبت منهم يزعفوني وودوني إلى يعني أقرب مركز صحي أو مستشفى أو كذا. بعد حوالي 12 يوم أو أسبوعين نقل يعني تم نقلي إلى المحجر الصحي. أنزلوني إلى المحجر الصحي الذي بالمنفذ، منفذ الوديعة. عندما وصلت لعند الدكتور الذي بالمركز بالمحجر الصحي، عندما شاف حالتي رفض أنه يستقبلها رفض قاطع، ورفض أنه يعطيني أي علاج، وقال لي هذا ضروري استشاري أذن وحنجرة، وأيضا ضروري إشارة مقطعية للألم الذي بمؤخرة رأسه. لم يتم الاهتمام من قبلهم وتم إرجاعي إلى السجن القحافز. طبعا أنا لم أكن أعرف حتى اسم قحافز أو كذا، لكن من خلال إرجاعي يعني بعد أن عرضوني على المحجر الدكتور بالمحجر الصحي، عندما كنا في البوابة إذا أسمع أفراد يكلموا سواق الطق معك معسكر قحافز، وضلعهم يعني عرفت أنه معسكر قحافز. طبعا بالنسبة للأشخاص أثناء تعذيب وكذا عرفت منهم يعني بعض الأفراد والضابط تعرفت عليه، يعني تعرفت على صورته، لكني لم أعرفه من قبل ولا حتى كنت
أعرف اسمه. بقيت في سجن قحافز من يعني من تاريخ 15/9/2015 إلى تاريخ 11/10. في أثناء سجني في معسكر قحافز كان يوفروا لي الأكل والشرب والماء البارد، إلا أني حرمت من أبسط الحقوق، يعني لم يسمحوا لي بالبول والتغوط في يعني إلا الساعة 11 في يعني مساء، في اليوم والليلة مرة واحدة يسمحوا لي فقط. في حال أني تبولت أو تغوطت في الغرفة أو كذا سيتم تعذيبي أو سيتم أهانتي، فلم أجد خيار غير أني رجعت أصوم، يعني على أساس أنه لا أكل كثير ولا خوفاً أنه لا عد أتعرض للأهانة والتعذيب مرة ثانية. بعدها في تاريخ بعد تاريخ يعني تم نقلي من سجن قحافز إلى سجن منفذ الوديعة في تاريخ 11/10. بقيت في سجن منفذ الوديعة حتى تاريخ 6/11/2015. خلال الفترة هذه كلها لم يتم التحقيق معي إطلاقا، ولم يتم حتى محضر تحقيق واحد. لو كنت مدان أو لو كنت متهم أو مشتبه أو شيء من هذا كان عملوا لي عشرات محاضرة تحقيق. لكن المؤلم والمحزن أنهم يعملوا هذه الجريمة دون مبرر. طبعا بعد في تاريخ 6/11 تم إخراجي من قبل الفندم مراد الفيل. لم أجد شخص مثل هذا الضابط. طبعا عندما أتى إخراجي أنا رفضت الخروج حتى أعرف قلت ما هو السبب أو الدافع. قال أنا لا أستطيع أن أبقيك هنا، ما بش عليك أي ذنب أو أي تهمة أو أي جريمة. قلت لماذا يعني يفعلوا بهذا الجريمة كلها دون مبرر، طالما أنه ماشي تهمة أو ماشي مبرر أو ماشي ذنب لماذا يفعلوا به؟ قال أنا لا أعلم، أنا تم تعييني جديد في منفذ الوديعة يعني ضابط أمن منفذ الوديعة، ومن خلال تقصي للمساجين وكذا عرفت بقضيتك أنك مظلوم، فأخر يعني ولا أستطيع أن أبقيك في هنا. طلبت منه قلت طيب أوراقي الزلطي وثائق الشخصية وثائق مؤسستي عقودي مستنداتي. قال لي أنا لا أعلم شيء، لكن نذهب أنا وأنت لا قيادة المنفذ. وصلني لا عند الضابط نفسه الذي سبب البلاء هذا كله. عندما رأيته قلت هذا الضابط هو الذي يعني فعل بالجريمة هذا كله، كيف يعني توصلني لا عند يعني إنسان مجرم؟ قال هذا ما أستطيع أفعله لك، وتركني طبعا ومشى. الضابط قلت له أين أوراقي أين مستنداتي؟ قال لي المفتاح مع أحد الأفراد ولا أحد الغرفة، لكن عندما أجي أنا أجيبهن لك. قلت ليش تفعلوا فيني الجريمة هذا كله؟ ما هو السبب أو يعني ما هو السبب أو الدافع لكم تفعلوا بي الجريمة هذا كله؟ قال بالنسبة للأفراد أنا أجازيهم. قلت وأنت من عيجازيك أنت؟ أنت الذي أمرتم الفرد، بالنسبة للفرد يعني نفذ أوامر، أنت الذي تطلب الأوامر، وأنت الذي يعني قمت يعني كنت مسؤول على الجريمة هذا كلها. لم يرد علي بشيء، قال أوراقك عن يجيبها لك، انتظر وإن شاء الله عندما يجي العسكري الذي المفتاح معه عن يجيبها لك. بقيت خارج المنفذ لم يتم إرجاع للتلفون فقط. عندما أتى به الضابط هذا، وأيضا وقتها كان يعني عندما رد لي التلفون الضابط ومعه قائد كتيبة الكتيبة الثانية المكلفة بحماية المنفذ رجعوا لي التلفون الأوراق الثانية، قال لي إن شاء الله نبحث عليها ونجيبها لك وثائقك ومستنداتك ومزردك وكذا. بقيت منتظر فترة لم أجد أي شيء منهم سوى الوعود، انتظر ندور لهن فقدناهن، نشوف إن في قحافز، نشوف إن في المنفذ، نشوف إن في هنا، ولم يتم إرجاع شيء. طبعا حالتي الصحية كانت متعبة جدا بعد ما خرجت، بقيت حول 50 يوم وأنا متعب يعني وحالتي سيئة جدا. تعالجت في خلال الفترة هذه، عدت للمنفذ. الضابط هذا تم هروبه للسعودية، قائد كتيبة المنفذ تم هروبه لا سيئون حسب ما يعني ما سمعت. التقيت بعدد من الضباط الفندم هذا الضابط مراد الفيل، على يعني قلت له يا فندم لم يرجعوا لي أوراقي ولا كذا ولا ذا. قال لي إن شاء الله أنا أحاول
انه اوصل قضيتك لا عند قائد اللواء لا عند العميد هاشم الاحمر. اضافه التقيت باحد الضباط الاخرين اعرفه، يعني الضابط الاخر الذي احمد قهبش اسمه اعرفه من سابق من عمران طبعا هو في مارب، فاتى هناك للوديعه والتقيت بالصدفه واخبرته بقضيتي، سر لقياده المنبذ وقال لي خلاص هذه قضيتك ما يحلها الا الفندم هاشم الاحمر. طبعا انتظرت فيها لك حسب وعودهم لفتره شهر بعد شهر ما لم اجد اي فائده. طبعا انا لم الجا الى الاعلام الا بعد ان خسرت كل ما لدي، عجزت عن توفير حتى محامي يعني لمتابعه قضيتي. دركت كل الابواب، لم اجد من يسمع لي او يسمع لقضيتي او ينصفني. ليست أول مرة في التاريخ يتجاوز موظف عسكري أو مدني حدود صلاحياته ويخالف طبيعة عمله أو يتعسف في استخدام سلطته ويتحول من خادم للمواطن إلى صوت مسلط عليه، ولذلك وجدت القوانين والمحاكم والنيابات. وفي هذه الحالة تحديداً نص قانون الجرائم والعقوبات اليمني في المادة 246 منه على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 3 سنوات من قبض على شخص أو حجزه أو حرمه من حريته بأية وسيلة بغير وجه قانوني، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على 5 سنوات إذا حصل الفعل من موظف عام أو بانتحال صفته أو من شخص يحمل سلاحا أو من شخصين أو أكثر أو بغرض السلب أو كان المجني عليه قاصرا أو فاقد الإدراك أو ناقصه أو كان من شأن سلب الحرية تعريض حياته أو صحته للخطر. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير نعود بعده للاتصال بالمحامي والناشط الحقوقي عبد الله المساي لمناقشة هذه القضية، ابقوا معنا. مرحبا بكم مجددا مشاهدي الكرام، كما أرحب بضيفي من مأرب المحامي والناشط الحقوقي عبد الله الموساي. مرحبا بك أستاذ عبد الله. مرحبا بكم وحياكم الله. لطالما تحدثنا عن انتهاكات تحدث بحق المدنيين في مناطق سيطرة الميليشيا، وهي ميليشيا لا تحترم الشرع ولا القانون بحكم نشأتها كميليشيا تمرد وتخريب، ولكن أن تحدث جرائم من نوع سجن وتعذيب ومن ثم تهريب للمتهمين ومماطلة في إنصاف الضحية، فهذا ما لم يكن متخيلا أن يحدث في مناطق سيطرة الدولة، مناطق سيطرة الشرعية ومنها محافظة مأرب. ما تعليقكم على حدوث مثل هذه الانتهاكات؟ أولا نرحب بكم ونشكركم على هذه اللفتة الكريمة. ثانيا أخي، أن تنوهت في بداية كلامك عن الميليشيات وما يحصل في مناطق الشرعية، لا يوجد مقارنة لما يحصل في الأراضي أو المناطق والمحافظات الخاضعة للسلطة الشرعية، ولا يوجد مقارنة بينها وبين ما يحصل في المناطق الخاضعة للسلطة الإنقلابيين. أخي الكريم، نحن لا ننسى ولا نتغافل عن أن الجيش الوطني والأجهزة الأمنية المصاحبة له هي وليدة اللحظة وأنشأت في رمش عين وفي ظرف استثنائي معقد يعرفه كل الناس ولا يخفى على أحد. نعم. ما يحصل من انتهاكات أو تجاوزات سواء من هنا أو من هنا من فرد أو من شخص، هذه لا تمثل الجيش الوطني، لا تمثل الشرعية، ولا تمثل رئاسة دولة رئيس الوزراء وحكومته الموقرة. نعم. وإنما تعود على هؤلاء الأشخاص بسبب ما تعيشه البلاد من حالة طوارئ أو ظروف استثنائية. أخي الكريم، نحن لا ننسى أن الجيش اليمني عين في لحظة حرجة صغرت فيها. نعم، وضحت فكرتك أستاذ عبد الله، ولهذا نحن نشير إلى مثل هذه القضايا، وكما قال
الشاعر العربي كفى المرء نبلا أن تعد معايبه، وبالتالي نحن لا نوفر ولا ندخر جهدا في إيصال أي صوت يشعر بالمظلمة في هذه المناطق إلا ونضعه تحت المجهر ليكون أيضا إنصافا للضحايا وإحقاقا للحق، ويعني ندل على مكامن الخلل فور حدوثه. ولهذا نطرح مثل هذه القضايا كما تفضلت، يعني الجيش الوطني حديث النشأة وهناك كثير من التجاوز أو بعض التجاوزات تحدث، لكن نريد بطرح مثل هذه القضايا أن يتم التنبيه أولا بأول وفورا إلى حدوثها. أخي لا يخفى عليكم أنا رأس منظمة حقوقية وتابعت كثير من هذه القضايا. نعم. على سبيل المثال يحدث توقيف الأشخاص من هنا أو من هناك في أقسام الشرطة في محافظة مأرب، ويتم التأكد من سلامة أوراقهم ومن صحتها وأنهم ليسوا لهم أي قضايا وإخلال بأمن واستقرار البلاد وليسوا من الميليشيات التي انقلبت على البلاد. نعم. وبعد التأكد يتم إطلاق سراحهم خلال يوم أو يومين. هذا ما يحدث في محافظة مأرب. أما ما يحدث من في النقاط العسكرية أو في المناطق خارج المدينة خارج نعم هو داخل في خارج مدينة مأرب نعم. فنحن بدورنا كنشطاء ورؤساء منظمات ومحامين نطالب رئيس الجمهورية ونائبه ورئيس دولة الوزراء ورئيس هيئة الأركان الذي أشرف رئيس هيئة الأركان الذي أشرف على تأسيس هذا الجيش الوطني ألا يدع في هذا الجيش أو في الأمن شخص يتجاوز ويسيء لهذا الجيش. لا يمكن سيد عبد الله لا يمكن أن يصبح الناس جميعا ملائكة ولا أن يصبحوا منضبطين، لهذا وجد القانون ووجدت الأنظمة لتضبط سلوك الناس سواء كانوا في وظائف حكومية أو حتى يعني كمقاومة شعبية أو أيا تكن سلطتهم، وبالتالي تفعيل القانون هو الكفيل والضمين الوحيد يعني تسود العدالة ويسود النظام والقانون بين الناس ولا تتحول المسألة إلى غابة. الآن أين أجهزة الدولة من أجهزة القضاء في مأرب من المحاكم ونيابات وما شابه؟ للأسف الشديد يا أخي أنت طرحت النقاط على الحروف. أجهزة القضاء عطلت أو تعطل بشكل أو بآخر سواء مقصودة أو غير مقصودة. نعم. المحاكم في مأرب تقوم بعملها على وجهها على أكمل وجه، لكن للأسف الشديد لدينا النيابة في محافظة مأرب مضربة على العمل بسبب حجج في بعض الأحيان هي محقة فيها، لكن البلاد تعيش ظرف استثنائي. وعليه ومن منبركم الكريم نطالبهم ونطالب النائب العام ورئيس مجلس القضاء الأعلى بسرعة اتخاذ هذه الخطوات التي طالبنا فيها من قبل وشددنا عليها وخاطبنا رئيس دولة الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغلة عندما قام بزيارته لمأرب. نعم. ونبهنا عليهم في تفعيل القضاء في المناطق المحررة وسحب مجلس القضاء من تحت يد الميليشيات الحوثي. نعم. وصالح التي تعبث بهذه السلطة المهمة التي وللأسف الشديد أنهم حاكموا رئيس الجمهورية وعدد من القيادات. صحيح. ومن ضمنهم عدد من الشباب على رأسهم. يعني أن الميليشيا هي من تستخدم سلاح القضاء لغير ما يفترض أن يقوم به، لكن إلى أن يحدث هذا التفعيل برأيك كمحامي وكناشط حقوقي أين يذهب الناس من ذوي الحقوق مثل صاحب قصتنا لهذه الليلة؟ لمن يلجأ؟ ما هو الإجراء الذي تنصحه أنت كمحامي وحقوقي في أن يتبعه للحصول على حقه؟ صاحب قصة الليلة يلجأ قضيته في القضاء العسكري، وعلى القضاء العسكري أن يستكمل الإجراءات فيها ويقوم بسرعة تحويلها إلى القضاء المدني في حين تفعيله للنيابة المدنية لكي تأخذ طرقها وطرق المتبعة فيها. وإذا كانت النيابة كما تفضلت مضربة عن العمل لأسباب يعني محقة في بعضها، وكما تفضلت أيضا أنت وعلى لسانك أيضا في الأسباب أخرى قد لا تبدو أنها صائبة، أين يذهب؟ هل يلجأ إلى الأعراف القبلية أم يعني ما الذي يفعل؟ السؤال محرج ومحير يا أخي. نحن نسعى إلى دولة مدنية ولا. نعم. نسعى إلى الأعراف القبلية برغم أن العرف هو المصدر الثالث أو الرابع من التشريع، لكن يطرق السبل الرسمية لعل صرخاته أو رداءاته
تجد استجابة لدى قيادة الشرعية ممثلة بفخامة المشير عبد الرباه منصور هادي لمخاطبة مجلس القضاء. القضاء مستقل أخي، لا توجد لرئيس الدولة أو رئيس الوزراء أو حكومته أو المحافظ صحيح. أو المحافظين أي سلطة عليه، هو مجلس مستقل، وإنما يناشدونهم بسرعة التحرك من العاصمة المحررة عدن لسرعة التحرك وتشكيل وتعيينات التنقلات القضائية في المناطق المحررة. نعم. ونطالب عبر المركب إعادة تفعيل المنظومة القضائية. نعم. في الظروف الطبيعية الدكتور علي العوش بسرعة التحرك في مجال النيابة. صحيح. النيابة للأسف الشديد لم تقم بعملها سواء في مارب أو غير مارب. ولم نسمع بأي تحرك أو تصريح، أو يعني أنا شخصيا كإعلامي ومهتم بالشأن الحقوقي لم أسمع بأي تحرك خلال على الأقل العام الأخير للنائب العام الذي ذكرت اسمه، حتى أننا نسينا اسم الدكتور الأعوش لشدة الكمون الذي تعيشه النيابات حاليا. أستاذ عبد الله، لو عدنا إلى قضيتنا هذه، على من تقع مسؤولية تعويض هذا المواطن عما لحق به إذا ما تجاوزنا جدلا عن مسألة يعني العقوبة على من قاموا بانتهاك حقوقه؟ إن لم يكن مذنب كما قيل فيتحمل مسؤوليته من قام باعتقاله ولا وسجنه بدون أي ظلم وبدون أي وجه حق. القانون اليمني يا أخي صريح ومحدد وواضح، وهو من أفضل وأروع القوانين، وطرح ووضح عقوبة من يقوم بانتهاك سلطته أو من يعتدي ويزور صفات يعني سلطته لأشياء وأغراض شخصية. حدد العقوبة منها في بعض الأحيان تصل إلى الإعدام، ومنها في السجن لمدة 3 سنوات إلى 10 سنوات إلى 13 سنة، والغرامات المالية. أخي نأسف إذا كان من يوجد في أوصاف الشرعية، وبما والكمال لله الواحد القهار من يستخدم مناصبه لأغراض شخصية. ولهذا الغرض نعود ونكرر أستاذ عبد الله والإخوة المشاهدين أننا نفتح مثل هذه المواضيع لنحق الحق ولنشير إلى الخلل فور وقوعه في المناطق التي يأمل المواطنون، كل المواطنون، أن يجدون فيها أثر الدولة المتمثل في النظام والقانون، وأن يجدوا فيها الأمن والأمان الذي تفرضه سلطة الدولة وبمؤسسات الدولة، وليس ما هو حاصل من انتهاكات ومن جرائم يندى لها جبين التاريخ في مناطق سلطة الميليشيا. لا يوجد هناك مقارنة بين ما يحصل في المناطق المحررة والمناطق الخاضعة للإنقلابيين. قدر أقول أنه ما يحصل في مناطق الشرعية نشاز أو نعم. تصدر من أشخاص. لكننا أيضا كإعلاميين وحقوقيين لا يجب أن يعني أن يكون هذا العذر هو مبررا للسكوت عن حدوث نعم. أي من هذه الانتهاكات. بكل تأكيد. إذن نكرر دعوتنا مع المحامي والناشط الحقوقي عبد الله الموساي للسلطات الشرعية بتفعيل المنظومة القضائية للبت في هذه القضايا وفي سواها، والاحتياج الدولة أي دولة لمنظومة قضائية لضبط حياة المواطنين فيها. أكرر شكري للأستاذ عبد الله الموساي المحامي والناشط الحقوقي، كان معنا من مدينة مأرب. مشاهدينا الكرام، انتهى وقت هذه الحلقة. نذكركم بأن وسائل اتصالنا مفتوحة من خلال الإيميل الظاهر أسفل الشاشة أو عبر صفحاتنا على الفيسبوك، كما يمكنكم مشاهدة الحلقات السابقة من البرنامج على قناة بلقيس على اليوتيوب أو قناة البرنامج على التليجرام. أمين زبيبة، تم الرصد، في أمان الله.